في أبحاث ودراسات كتير بيتم تنفيذها في الوقت الحالي علشان نستنبط سلالات جديدة من الرز المصري ويكون مقاوم للآفات بشكل أكبر ويكون كمان بيحتاج لكميات مية أقل. في بشرة خير كده تم الإعلان عنها امبارح، وهي نجاح أول سلالتين جداد أقل استهلاكا للمية من الرز السوبر المصري في اختبارات التسجيل. خلينا نتعرف أكتر على تفاصيل من الدكتور حمدي الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاجية الأرز. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بك. الخير وصباح الخير على مصرنا الحبيبة. والحقيقة فعلا هي بشرة خير بعد نجاح شاخة سوبر 300 في معرض جنيف الدولي الجائزة الأولى في الزراعة، ان احنا نقدم مبتكرات مصريه جديده عالميه بطبع عالمي وبتسهم في يعني النظام بتاع الغذاء بشكل مبهر. والحقيقه سلالتين جداد من رز السوبر مختلفين وبشكل مختلف تماما. رز بيقعد 115 يوم في الارض، يعني فتره النضج بتاعته 115 يوم. سلالتين كان اسمهم ايجيبشن جابونيكا جرين سوبر رايس 176 و179، السلالتين بيقعدوا 115 يوم في الارض. طب دكتور، واحده واحده عليا، السلالتين بيقعدوا 115 يوم، كانوا بيقعدوا قبل كده قد ايه؟ قارن لنا بقى كده عشان نبقى فاهمين التطور اللي حصل في السلالتين الجداد ايه. تمام، السلالتين الجداد غير سخة سوبر 300 و301، السلالتين الجداد لفترة النضج بتاعتهم بتقعد 115 يوم على عكس أصناف بتقعد 135 أو 140 يوم. السلالتين الجداد بياخدوا 3500 متر مكعب مية بدل 4000 و5000 و6000 في السابق. الحقيقة احنا بنسابق زمن. السلالتين الجداد انتاجيتهم المحصولية بتزيد عن 5 طن للفدان. فالحقيقه وقبل كده كنا بننتج قد ايه تقريبا الفدان؟ الفدان احنا وصلنا في سخة سوبر 300 ان شاء الله لاكثر من 4.5 ل 5.5 طن من الفدان، اللي هو حقق انجازات وحقق جائزه في جائزه جنيف الدوليه في الزراعه لمصر سنه 2022، واللي عليه اقبال هذا العام من المزارعين، وان المساحه المتوقع زراعتها اكثر من 30% من مساحه الرز في مصر من سخة سوبر 300. لكن السلالتين الجداد اللي ان شاء الله اللي هم خلصوا في اختبارات التجانس وفي اختبارات الامراض واجتازوها على مدار 3 سنوات فاتوا، ومضى يعني اكثر من 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 6 7 سنين واحنا الابتكار شغالين فيه لحد ما وصلنا فيه للثبات وقدمناه للجنه تسجيل الاصناف، واحنا دلوقتي بصدد الاكثار علشان يبقى عند المزارع السنه الجايه. السلالتين دول هي دي بقى اللي انا عاوز اسالها هنا يا دكتور، امتى النوع ده من التقاوي هيبقى من التقاوي المعتمده؟ ان شاء الله السنه الجايه هيكون متاح عند المزارعين. احنا بنسابق الزمن، عندنا سخة سوبر 300 و301 والانواع الجديده من السوبر. مصر زي الصين تماما في استنباط اصناف الرز السوبر العملاقه اللي بتتحمل نقص وندره الميه وفي نفس الوقت تتحمل ملوحه التربه، وبتزرع في الحزام الشمالي من الدلتا في الاراضي المتاثره بالملوحه واللي في نهايات الترع. وبالتالي احنا بنسابق الزمن في حتة ان احنا المساحة تفضل لو فضلت 1.2 1.3 مليون فدان زي الاستراتيجية اللي حطها وزارة الري ووزارة الزراعة على اساس ان احنا نزود الانتاجية الرأسية من الرز. الحقيقة مصر بتحتل المرتبة الاولى في انتاجية وحدة المساحة على مستوى العالم. ما ده نتيجة تطوير أصناف مصرية. يعني إيه وحدة المساحة يا دكتور؟ وحدة المساحة يعني إنتاجية الفدان، إنتاجية الفدان عندنا أو إنتاجية الهكتار، الهكتار بره في الصين بيوصل 6.5، مصر اجتازت 10 طن للهكتار أو 4 طن للفدان، وفي نفس الوقت نقدر نزود الإنتاجية مليون طن عن الإنتاجية التقليدية من المساحة المقررة
لإنتاج الرز في مصر. طيب دكتور، خلينا نقول كده، زراعة الرز كانت طول عمرها بتبقى في مواسم، وكنا متعودين من واحنا صغيرين ان احنا لما بنلاقي مزارع رز بنلاقي معاها مزارع سمك، وكان بيبقى في طريقة معينة كده للاستخدام الأمثل. مع السلالات الجديدة هيحصل ايه؟ هو السلالات على فكرة احنا في سكة سوبر 300 احد الاصناف اللي كسرت قاعدة الزراعة في اي وقت بالنسبة للموسم الصيفي، بمعنى ان احنا في الموسم الصيفي نستطيع زراعتها في اول مايو، والاصناف كلها بتزرع من اول مايو لحد 15 مايو، ولا ينصح بزيادة التاريخ بتاع الزراعة عن 15 مايو. لكن سوبر 300 بتزرع بعد برسيم رباية، بتزرع بعد ذرة، ممكن ذرة ويتزرع بعده رز وينتج انتاج رز عادي، والمية بتاعته تكون اقل، بيستحمل فترات ري من 8 الى 10 ايام بدل 4 ايام في الاصناف التقليدية. الحقيقة دي بقى في المدة تقريبا يعني. طبعا وبيحصل، ومش كده وبس، المحصول اعلى وكده، وبرضه الجو يعني. الاصناف الجديده دي يا دكتور هتزرع كم مره في السنه؟ هي بص ستك، حته الزراعه مرتين في السنه مش وارده، لكن لو احنا استعملنا النظام ده نجحت برضه الفكره ان احنا ممكن نزرع هذه الاصناف مرتين في الموسم الصيفي. لكن طبعا احنا عندنا وسائل للتكثيف مختلفه تماما وذكيه، وبدا المزارع المصري يستخدمها. يعني ممكن يزرع خضار صيفي وبعده رز، ممكن بياخد برسيم تقاوي وياخد بعده رز، ما كانش بيحصل كده في كتير من دلوقتي. طيب. السيستم كله بتاع الروم بتركيبه نباتيه جديده، ده اسمه نيو بلان تايب، يعني تركيبه ده فيما يخص نباتيه مختلفه تماما. نعم، ده فيما يخص يا دكتور الفلاح، وفيما يخص ايضا توفير نسب المياه وايضا زياده الانتاجيه. عاوزين نتكلم بقى على شقين مختلفين، لان حضرتك عارف الشعب المصري هو شعب ذواق بيحب الاكل، فهل نفس الجودة في الأكل وهل نفس جودة الإنتاج الخاصة بالرز المصري المتعارف عليه؟ اولا هو رز مصر، ما هوش رز اجنبي، ده استنباط مصري. نعم. ثانيا بس احيانا دخول يعني اللي هي فكره التجانس والحاجات اللي بتحصل في الابحاث دي بتخلي ممكن يكون المذاق او الطعم مختلف الى حد ما. لا بص سيادتك، المربي، انا راجل مربي. نعم. مربي نباتات واشتغلت 37 سنه في مجال التربيه، كلنا اصولنا فلاحين في كل الاصناف. سيادتك الصنف، الاصناف اللي طالعه من السوبر الجوده بتاعتها، تصافي التبييض بتاعتها بتوصل ل 70% 75% اسف 75% قياسا الى 69% في الاصناف بتاعتنا التقليديه. الجوده مش عاوز اقول لسيادتك ان لا. الرز رقم واحد في المطالب للمستهلكين، اصبح الرز السوبر هو اللي بيحتل اعلى سعر واعلى الرز السوبر جودة. ده اللي موجود في الاسواق تحت مسمى نسبة الكسر أقل من 3%؟ هو ده الرز المصري اللي موجود السنة دي في الأسواق، وأعلى سعر هو الرز السوبر. تمام. علشان كده موضوع الجودة، موضوع الكواليتي. على فكرة اللي هندس الإنتاجية الأصناف دي هو المزارع المصري، واللي وصل بيها لأعلى إنتاجية هو المزارع المصري. وإذا سيادتك إذا ما كانش الصمت يتقبل المزارع المصري فلن ينجح أي صنف على الإطلاق. المزارع المصري هو اللي نجح الأصناف المصرية لمعرفته بالفوائد بتاعتها. تاني حاجة، إحنا بس كل اللي إحنا بنعمله إن إحنا نقدر نوفر صنف يكون عالي المحصول علشان نحقق الاكتفاء الذاتي في أقل مساحة ممكنة، يكون صنف مقاوم للأمراض، مقاوم للحشرات، الجودة والكواليتي بتاعته تكون عالية، تصافي تبييض عالية، تدي محصول رز أبيض عالي، لأن إحنا محتاجين في استهلاكنا ما يقرب من 3.4 مليون طن. إحنا ماشيين على طريق سد الفجوة اللي موجودة بين الإنتاج وبين الاستهلاك. كل الشكر ليك الدكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاجية الأرز.